السلام عليكم يا رفاق، مرحبا بكم، عدت لكم بحلقة جديدة من لعبة جي تي 5. أخيرا وجدت هذا المينيو الذي بحثت عنه ما يقارب 7 سنين منذ أن خرجت لعبة جي تي 5. وتخيلوا بأن صانع هذا المود صنعه منذ سنة 2017. يا لمحاسن الصدف استطعت إيجاد هذا المود. هذا المود سيسمح لنا لكي نغير نهائيا نهاية جي تي أي. نعم، وهذا ما سأفعله. عندنا هنا المهمة الأخيرة في الفيلا الخاصة بفرانكلين، النهاية لن يصدقها العقل. لهذا السبب لا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك لهذا المقطع، مع أصدقائكم لكي يظهر لأكبر عدد من الأشخاص، وشكرا لجميع الشباب الذين اشتركوا في القناة بسببكم فإنني أستمر. أنتم هم الجينكي ضمان بالنسبة لي، أنتم هم الأشخاص الذين يعطونني تلك الطاقة لكي أستطيع الاستمرار في مجال يوتيوب، لأن مجال يوتيوب ليس بالسهل وليس بالهين. وبعد ما ذكرت لكم هذه الأمور، أول شيء سأفعله سأظهر لكم هذا المينيو. ها هو يا أصدقاء، اسمه كاركتر سواب، مينيو رهيب جدا. لن أشرح لكم جميع تلك الخانات الخاصة به وجميع تلك التفاصيل لأنني بنفسي لازلت لم أكتشفها بعد. المهم، إذا جئنا هنا لخانة All Models ستلاحظون بأن عندنا العديد من الشخصيات التي في إمكاننا تغيير شخصيتنا لها. لن أفعل أي شيء، سنركز فقط في هدفنا من هذا الفيديو. هنا عندنا البريسيتس، عندنا الشخصيات مايكل، فرانكلين وتريفر. نحن الآن اخترنا شخصيات فرانكلين لأننا نلعب ببساطة بشخصيات فرانكلين. الشيء الذي سأفعله في هذه الأثناء، سأفتح مود المينيو. مود المينيو مع هذا المود لا يتفاهمان صراحة في أغلب الأحيان، فإن اللعبة ستتوقف. سأظهر شخصيات أماندا. أول مرة سأجرب هذا المود مباشرة بعد ما نصبته، وقررت تسجيل هذا المقطع لكم. لست متأكد هل سينجح أم لا، لكن إذا نجحت هذه الاستراتيجية نهاية لعبة جي تي 5 سنغيرها نهائيا. سأسرق روح أماندا في هذه الأثناء. جميل جدا، سرقت روحها. أود صراحة تغيير ملابسها، لكن علي الابتعاد عن شخصية فرانكلين. والكلب تشاب هرب، تعال يا تشاب، تعال لا تقلق. بعدما سرقت روح أماندا، أن المهمة لا زالت ظاهرة في الخريطة، يعني في إمكاني القيام بها باستعمال أماندا، لكن المهمة أصبحت صغيرة جدا. إذا ذهبت لها من الممكن ألا تشتغل، يجب أن تكون أيقونة المهمة أكبر بكثير من ذلك الشكل التي هي عليه لكي نستطيع القيام بتلك المهمة. سأقف هنا، أردت فقط الابتعاد عن فرانكلين لكي لا تحدث لنا أي مشاكل. وبعد الشيء الذي سأفعله، أتي إلى هنا لبيتس وسأحاول تغيير ملابس أماندا. بوم، ها هي شخصية أماندا، غيرت لها الملابس وهي لكي نتجه مباشرة لمنزل فرانكلين. ستلاحظون بأن منزل فرانكلين الآن أصبح مفتوح لنا، وسنستطيع القيام بهذه المهمة بشخصية أماندا مكان فرانكلين. العديد من المشاكل حدثت صراحة، إذا اضطررت لإيقاف اللعبة أعدت الدخول مرة أخرى، توقفت حتى اكتشفت الاستراتيجية. بما أن هذا المود قديم، تأكدوا بأن ستحدث لكم العديد من المشاكل. الآن إذا جئنا إلى هنا، سيأتي ديفن ويستن عند أماندا. ها هو بدأ يطرق الباب. شاهدوا، فتحت أماندا لديفن ويستن الباب. شيء لا يصدق، سمني سليك. ديفن ويستن سمى أماندا سليك. مع الأسف الصوت الذي يظهر فإنه هو صوت فرانكلين وليس صوت أماندا، لأننا غيرنا فقط شخصية أماندا بشخصية فرانكلين. أماندا لا تريد قتل زوجها مايكل. تخيلوا لو فعلا كانت أماندا شخصية مهمة جدا ورسمية في جي تي 5، وفي الأخير جاء هذا الكلب ديفن ويستن وطلب من أماندا زوجة مايكل قتل زوجها أب أبنائها. شيء لا يعقل، لا يصدق. سأمر، لا يهمني أمر تلك الكاتسين، أكيد لقد عرفتم الخيار الذي سأختاره بشخصية أماندا، سأختار قتل مايكل. مع الأسف يا أصدقائي الأوفياء، أماندا ستقتل زوجها وأب أبنائها مايكل في هذه الأثناء. نستعمل كذلك هذا المود ونعطي لنفسنا جميع الأسلحة، لما لا نأخذ دراجة فرانكلين. أماندا محترفة في سياقة الدراجات. بعد إنهاء أماندا الاتصال مع زوجها مايكل، قررت الآن الاتصال بتريفر، لكن تريفر لم يريد مساعدتها. برغم من أن مايكل خانها، لكن تريفر ليس خائن. لهذا السبب تريفر لن يساعد أماندا في قتل زوجها أب أبنائها مايكل. وهنا عندما وصلنا لمكان التقاء أماندا بزوجها مايكل، اللقطة ستكون خيالية جدا صراحة، لا أصدق هذا. تخيلوا، مايكل جاء لكي يلتقي بزوجة أماندا، وأتوقع بأنه يريد أخذها في نزهة إلى آخره. تغيرت الملابس أوتوماتيكيا، كيف هذا؟ حدث لنا تقريبا كما يحدث في الحقيقة، لأن هذه الملابس هي الملابس العادية الخاصة بشخصيات أماندا. ونفس الشيء حدث كذلك بشخصيات فرانكلين. عند وصولكم لهذا المكان، فإن فرانكلين يغير ملابسه للملابس العادية خاصته. أماندا، هل سمعتم؟ لقد قال أماندا، عرف بأنه يتحدث مع أماندا. أماندا تبتسم، فرحت من أجل مايكل. مايكل يجهل بأن أماندا ستقتله. بدأت أماندا في تهديده، شيء لا يعقل. تابعوا مع الكاتسين. إذا اكتشفت بأن هذا المقطع حصل على دعم جيد جدا، فإنني أكيد سأنشر معكم مزيد من المقاطع باستعمال هذا المود، وسنغير نهائيا قصة جي تي اف 5. أرجوك يا مايكل، فقط توقف. زوجتك أماندا هي امرأة ضعيفة، لن تستطيع فعل أي شيء. نبدأ بالتسديد عليه. هيا سأحاول إصابتها في العجلات. واو، هرب علي، سنستعمل القدرة الخارقة بالموتور سايكل.
أنا جاي 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 عندك يا مايكل، لن تذهب لأي مكان. لماذا خنتني يا مايكل مع تلك العاهرات؟ خنت زوجتك حبيبتك أماندا، حان وقت تدميرك يا مايكل. أماندا ستنتقم من زوجها مايكل، وفي الأخير ستتزوج يا إما بمدرب التنس يا إما بمدرب اليوغا بعد إنهائها مايكل. تعال 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 يا مايكل. شاهدوا شاهدوا أماندا، أماندا تريد تدمير أماندا تهود تدمير مايكل، لا شفقة ولا رحمة في قلبها. تخيلوا لو كانت أماندا تشتغل مع رجال المخابرات فعلا، وفي الأخير طلبوا منها قتل زوجها مايكل. حسنا توقف توقف يا مايكل، لا تهرب لأي مكان. هيا let's finish this. أماندا متحمسة تريد إنهاء حياة زوجها مايكل لكي لا يزعجها نهائيا. بدأت تزيد علي. مشكلة مشكلة مشكلة. تحركي يا أماندا، هيا 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 لكي ننطلق. مايكل مايكل أرجوك توقف، لن أقتلك. هيا هيا هيا. أوه كيت أنا أقتلها صراحة، دمرتها. اقتربت لحظة الحقيقة، مايكل وصل للمنطقة المعلومة، سيصعد الآن في ذلك السلم وأماندا ستلحق بمايكل وستدمره. كلنا يعلم بأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم ببعض، يعني أن مايكل في استطاعته الفوز على أماندا إذا بدأوا في العراك. كل هذا سنكتشفه بعد لحظات. هيا هيا هيا. من سيفوز في هذه المعركة الشرسة، هل مايكل أم أماندا؟ أرشح مايكل لكي يفوز إذا تغيرت الكاتسين. إذا لم تتغير الكاتسين وظهرت تقريبا نفس الكاتسين التي ظهرت لنا من قبل، فإن أماندا ستفوز عليه. هل سيسدد عليها مايكل؟ يريد قتلها. بدأت تزيد عليه. هربت أماندا. هي ستخرج لها من الضفة الأخرى وستدمره. مايكل لن يفهم أي شيء. هيا أماندا هيا اخرجي يا أماندا، أنا أنتظرك الآن. هيا جاية، سمعتها. أنزلتها للأرض. دمرتها أماندا باللكمات. دمرتها أماندا صراحة باللكمات. أنزلها للأرض. هل سيقتلها الآن؟ هل سيقتلها وستتغير نهائيا القصة؟ Past performance homie. You did. هذه اللقطة لا تصدق. أماندا ستقتل زوجها مايكل. لا أعتقد بأنني سأقتل يا أصدقاء، سأحاول مساعدتها. لا يمكن لأماندا أن تقتل زوجها مايكل. نزل مايكل المسكين. شاهدوا، هل أماندا ستقتل زوجها أم أنها ستنقذه؟ لقطة خيالية جدا. أعتقد بأنني لن أستطيع قتل مايكل لأن مايكل هو زوج أماندا أب أبنائها. سأحاول إنقاذها يا أصدقاء الأوفياء. لحظة الحقيقة الآن. You made the wrong call. I'll bring you Save. down. هيا مايكل لن أقتلك، سأنقذك علينا الإتجار لكي نقتل ديفن ويس، لكن مع الأسف خانني، أراد ضربي، وفي الأخير لقد لقي حتفة. أماندا حزنت حزنا شديدا، خرجت دم المسكينة من أنفها وذهبت. شريك عمرها، زوجها، حبيبها، أب أبنائها مات. بمن ستتصل؟ لقطة الاتصال صراحة فإنها غريبة جدا. بعد تغييرنا أماندا مكان فرانكلين. فرانكلين كما نعلم جميعا هو أطول شيء ما من أماندا وقوي عندها العضلات، لهذا السبب لم تستطع أماندا إمساك الهاتف بشكل جيد. لكن أشعر بأنني سأودعكم، أتمنى صراحة أن هذا المقطع أعجبكم. استطعنا تغيير نهاية GTA 5، وهذا صراحة ما أردته. إذا اكتشفت بأن هذا المقطع حصل على دعم جيد جدا ورهيب، فإنني سأنشر معكم جزء ثاني باستعمال هذا المود، مود سواب كاركترز. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام. Man, just hit me, dog. We brothers, homie, alright?